هذا ماجد بدريش جوز اختي. شوفوا ايش شفت هنا عنده، كيف لومار. هذا شيء قديم مره قديم، ثلاث مفاتيح. وهذه كمان سلام، والله فاجاتني فاجاتني صراحه، فاجاتني بقد ايه انت تحبني، قد ايه تحب لومار ولا تحب لومار. وانا عندي اختيار يعني، اسمع عنك ها. محمد يوسف الفول شكشوكه، يعني كاني في جده صراحه. وهذا كمان عيش حب نعمه ما شاء الله تبارك الله. يلا تفضلوا معانا، بالله تفضلوا. ايش بتسوي ماجد؟ صدقة حقتنا اللي تسويها كل يوم، هذا ما نقدر نتصدق يعني برا كثير. ايوه نحط اكل للطيور والحيوانات. والله جزاك الله خير. طب فطروني اول بعدين فطروا العصافير. اخي انت ما تدفع. اكثر فيه اجر يا اخي. ما شاء الله مكان رائع، ما شاء الله تبارك الله. مين انت؟ مين انت؟ مين؟ ما شاء الله رايحين مدرسة. يلا وصلكم مدرسة، يلا يلا عسكول. شوف جو العصافير سبحان الله، قاعدين ياكلوا. طب ما تشربون مويه كمان؟ اظن في مويه، والله هو الناقص. جميل هذا الورد ماجد الاصفر، مرتين في السنه يطلع. في الوان تانية؟ الوان بيضة هنا واللي تحت هنا طبعا ورديه. ما شاء الله. ذات واي ها. طب يلا نروح المدرسه، يلا يلا نعدي من هنا، نعدي من هنا صح. وي باس فروم هير. أنا وماجد رايحين نودي الأولاد للمدرسة، شوف كيف. طبعا رايحين برجولنا، أظنها خمس دقائق وماشيين في أمان. الشوارع نظيفة، ما في أحد يضايقك في الشارع، أولاد مبسوطين رايحين المدرسة. متى تبدأ المدرسة؟ شوف الأولاد يتكلموا مع بعض مبسوطين. الآباء والأمهات يأخذوا أولادهم على المدارس، يعني من جد بداية المدرسة الساعة 9 أنا أشوفها أمر إيجابي. بدل ما يروحوا مدروخين في الصباح يصحى الساعة 6. فين؟ والله الحياة حلوة صراحة. كل مدرسة لها طريق زي هذا منسق مرتب، ما يمر بسيارات كثير بين البيوت عشان الأطفال ما يتعرضوا للخطر. يعني طبعا هنا ما في خطر، كل الناس ماشية على مهلها، في سبيد ليميت، عارفين النظام، يقدروا الناس اللي في الشارع، يوقفوا لهم، يحترموا يعني البني آدم. حتى ده الأخ هنا شكله رايح مدرسة. ها وصلنا، جينا باي بدوري. ما شاء الله تبارك الله، واو. هنا طابور الصباح شكله. باي باي بدوري، يلا 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 كفك باي. ماجد بالله ما تفتكر ايام الدراسه؟ افتكر ايام الدراسه؟ ايوه انا افتكر. ما وحشتك المدارس؟ المدرسه الابتدائيه حقتنا، المدرسه الابتدائيه ها كانت في عماره مستاجره. بس خلاص كفايه كفايه خلاص، ايش اقول خلاص. انا نفس الشيء. ماجد خلاص خلاص نصر ماجد يجيب لنا تفاح من الشجرة، لازم يقطف تفاح من الشارع. الشارع ايوه صح. شوف دحين هذا الفطور،
غسلها بالمويه ايوه واكلها يس. سبحانك ما شاء الله والله الحصان محترم يا رب ليه ما خلقت الحصان. وصلنا للموقع. شوف السيارات هنا. هذا الموقع فيه حاويات، كل حاوية مكتوب عليها ايش تحط من الاشياء اللي انت ما تحتاجها في البيت بهذه الطريقة. الان ماجد حينزل بسكليتة قديمة. ايوه هذه البسكليتة حقتك؟ لا قصدي هذه اللي انت نزلتها دوبك؟ ايوه هذه اللي دوبك نزلتها. ايوه خلاص هم ياخذوها يضبطوها يعملوا لها صيانة و... وهناك في اشياء ثانية. يعيدوا تدوير الحديد والربط. ها؟ ريسايكل كلها اشياء يعيدوا تدويرها. حتى البلاستيك كل شيء شيء مرتب جزاهم الله خير. ايش هذا المنظر جد لوحه فنيه. على ظن الكثير والله شيء زي كذا. هذا الزقاق يودي على فين؟ اكتشف اكتشف لا لا يا شيخ دوم شردوا الثناجيب دخلوا بيتهم. ايوه شايفين الناس يهتموا حتى بالحشرات. ايش هذا يا ماجد قلت لي؟ مسوي زي السكن للحشرات مسميها كريبي كرولي تاون، حاطط من جميع انواع الخشب القصب البامبو، حاط كمان تربه وبس بيتكاثروا فيها الحشرات. اشكال غريبه اطفالي مرتبين فضلات الحيوانات عزكم الله يرموها هنا عشان يرجعوا يستخدموها مره ثانيه في الزراعه.